السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أيامكم ومساكم الله بالخير. اليوم التاريخ 11/12/2018. عزيزي المشاهد، طريقة تخزين حبوب اللقاح. الطريقة التقليدية السابقة، يخزن حبوب اللقاح بالكرتون ويقطع بكيس بلاستيك ويحفظ حتى موعد التلقيح النخيل، ويوضع في غرفة عادية لا تعدى درجة حرارتها 35-36 درجة. أما الطريقة الحديثة، يخزن حبوب اللقاح في هذه العلبة، بودرة حبوب اللقاح في هذه العلبة. العلبة هذه وزن 400 جرام، تعادل 10 كراتين من شماريخ حبوب اللقاح، وتخزن في غرفة درجة حرارتها أقل من 35 درجة. وطريقة استخدامها سهل، تشتري القطن هذا من الأسواق أو من الجمعية في الكيس 100 حبة، تأخذ القطنة وتضعها بالبودرة، والبودرة هذه توضع داخل العثق، داخل الشماريخ بالوسط، وتربط، وبإذن الله تتم عملية عقد الثمار إن شاء الله، والطريقة ناجحة ومجربة. تقبلوا تحيات محدثكم من الكويت ناصر العبودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.